هو في الشوط الاول لاحظنا ان كاين واحد التخوف كبير ديال المدرب، لان دخل بواحد الدفاع اللي هو متاخر، يعني لعب على يعني التشكيله اللي كانت الدفاع متاخر، يعني ديفونسيفمون كان متخوف، داكشي علاش دخل نصيري لانه كيعاون دفاعيا، ولكن يعني لاحظنا انه ما كاينش واحد التناسق في اللعب، لان اللعابه حتى هما بان لي شويه مخلوعين، كانوا بزاف ديال الاخطاء في التمريرات. لاحظنا حكيمي كيفاش انه كان بعض المرات كيعطي دي فوت المرابط، تبارك الله عليه دار ماتش زوين، واخا في الاول حتى هو كان داخل شويه مرعود، ضيع حتى هو واحد الكونترول، كانت جايه كره وضيعها. هو عموما نقولوا نتيجه مزيانه، ولكن الصراحه خلعني هذا اللعب، لان الا بقينا هكا قابلين للعب من طرف المنتخب الكرواتي، فنقدروا اننا نتلقاو اهداف، لان كما شفنا دابا يعني فاش كتبقى قابل للعب يعني كتعطي ديك الفرقه الاخرى الفرصه فين انهم يخلقوا الفرص. صراحه انا شفت واحد الاداء في الشوط الاول بالنسبه للتوظيف، اولا يعني تبارك الله المدرب وظف اللعابه كما هما كل واحد في بلاصته، وبالاخص وسط الميدان عجبني بزاف دفاعيا ووسطيا، تبارك الله ما شاء الله، يعني بدون نقاش، يعني توظيف الوسط والهجوم والدفاع بدون نقاش حاكمين بلاصتهم. كان خاصتنا واحد الحاجه اللي هي النزاعه الهجوميه، كانت صورة ان حمد الله باش يدخل يعطي واحد النزاعه اللي هي هجوميه ويعطي اكثر، ولكن دخلنا الناصري ما عرفتش، يعني جاته فرصه وحده، لانه يعني فرصه حقيقيه نورمالمون كل شي لاعب حمد الله ولا مثلا شديره كان في بلاصته غيتيري، ولكن الغالب الله هذا هو الناصري دخلوا غير يجري في التيران وصافي. الناصري جاته واحد المحاوله، ولاني محاولات كانت فاشله، ربما ستريس، ربما الخلعه، ربما بزاف ديال الامور. ان شاء الله نشوفوا الماتش الثاني ان شاء الله مربوحه ان شاء الله. و الركراكي عموما كيفاش؟ لا التشكيله ديال كلنا اسود، تشكيله في المستوى، يعني كاع اللاعبين اللي لاعبين بواحد الثقه، يمخلوعين شويه، ولكن ان شاء الله الشوط الثاني كنظن بان ان شاء الله راه كلنا اسد، ان شاء الله غتكون مربوحه، ان شاء الله ان شاء الله. وي 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 وي.